بدأ زليل بآية واحدة حتى يعذرون الناس. الله قال في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذين يفرقون الدين إلى أحزاب وإلى مذهبيات وإلى عصبيات، وإذا وسّل الأمر لغير أهلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانتظر الساعة. وقال: إن من علامات الساعة أن يتكلم الرويبضة في دين الله. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، مثل ما استمعنا فيه المصادمات الإعلامية المنسوبة إلى الدين زورا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا نقول غير هذا. ضاع إسلامنا سمعته ومكانته، ضاعت تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي. فإلى الله نشكو.